السلام عليكم. عليكم السلام. كيقولوا بلانه نحن ما كنفهموش في الكره. لا كنفهموا في الكره بيانسيو. كيقولوا لنا بلانه ما كنعرفوش فين كاين. لا كنعرفوا الاكثريه مع المنتخب المغربي كنتبعوا الكره لا رجال لا دراري لا عيالات كلنا خصنا نتبعوا الكره. كنعرفوا ديالنا كنعرفوا بلانتي وكنعرفوا كلشي حنا. قولي لي باش كتحسي اليوم صراحه احساس رائع. احساس رائع فرحونا فرحونا بصراحه. كنتوقع بان المنتخب غادي يفوز اليوم صراحه كنت متوقع نتيجه اكثر من هذه ولكن هذه مزيانه علاش لا عجبتك زوينه ما غنكثر بزاف يلا شوفي لنا اليوم ان شاء الله على المنبر 24 ان شاء الله خلي لهم شي مساج صراحه كنقول لكم ديما مغرب وبصراحه اناهي واعر تبارك الله عليك وبرافو برافو وكنشكر عاوتاني ما فكرت اللي هو الدم ديالتي وانت قنيتك السلام عليكم قول لي اليوم الشعور ديالك باش كتحس اليوم الشعور ديالنا بالفرحه هو نقدم لكم الكاليفيكاسيون من دابا من الماتش الاول اللي بغينا لعبنا به كنا متوقعين شي 5-0 عطيو كاشوية نصيري عنده زين بجوج متحدين كرة ضربنا واحد 5 ولا 6 ولكن انت راضي بالنتيجة ولا ما راضي بالنتيجة؟ راضي بالنتيجة وكثر كيفاش اللعب ديال الكرة؟ حيتاش 3-0 غادي نكونوا حنا الفلاسطين الأولين بزاف كيفاش جاك اللعب ديال الكرة؟ كيفاش جاك الكرة؟ قريناهم كرة أوروبية في إفريقيا إفريقيا ما تعرفوش كرة أوروبا اليوم قريناهم كرة تكوناحي أم لا اليوم قراو شوية ديال الكرة دخل أخ النوس دخل كان نصيري دخل الحاري حتى هو الزولي بلا ما نقولوا عليه كانوا بغايا يضربوا وناحي المناجر حتى هو كل المهم قرينا الكره ديال اوروبا عمرهم شافوا بحال هكا يلا قول لي علاش كتقول الناس ما كيلعبوا فيها واش الكره علاش حيت الحكم تيرجع للفار سمعني 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 سولتك لا لا سميتها سميتها الحكم تيرجع للفار تيزيد زعما راه اورج الناس بقاو تيتهزوا شي تيفرحوا زعما شي بصح شي بصح ماشي كلشي لا راه كلشي المهم كاين واحد اقليه شوف عطا واحد 92% ما تيفهموش شنو هو السلام عليكم صافا لاباس عليك كلشي مزيان قول لي اليوم باصا بين عليك فرحان ياك علاش؟ حتى عندي واحد الصديق ديالي كيستنى وصلنا ليا البيضة وانا كنت ما غادي مع حتى شي واحد القهوة فهمتي؟ صافي الحال بزاف وبكيت ولكن مشيت بوحدي لا لا تلاقيتهم دابا تلاقيتي معاهم؟ تلاقيت معاهم دابا وكا شوف مكوكي من انا تحياتي انت اللي كاين كاين عصام الفيديو هذاك الصديق عزيز عليا بزاف ولكن انت بالنتيجه ديال المنتخب هذه النتيجه كانت نتيجه زوينه والاداء كان مزيان الاداء مزيان التناسق ما بين اللاعبين كان غير شويه ديال الاصابات من طرف ديال هذوك تنزانيا تنزانيا راه تعزاو علينا بزاف انا تنقول لك كنت كنتفرج ولكن مرفوع ما ولكن قصروا مزيان ماشي الصديق ديالك هو كيشوف كذا انا شاف اليوم ان شاء الله غادي يشوف الصديق ديالي غادي نوصلوا لك الليال والله اخويا انت اللي كنت اللي كتجمع علينا كلشي وكلشي كيتفرج دابا بقيت بوحدي ما لقيتش شكون يتفرج معايا يتفرج بوحدي وكنبكي انا لحظه الراس كاع الماتش ديما تنتفرج بوحدي انا وديما تندوز في القنوات مره في الاولى مره في هذه في غدوز المنبر 24 طبعا المهم الاداء كان هو هذاك ضروري شوف شنو التوقعات ديالك فين غادي نوصلوا ان شاء الله التوقعات شوف الا ما داوش كاس افريقيا صافي اجمع ديك الكره وحيد نقلبوا باسكيت ديك الساعه لا ولكن انت كجيك الاداء زعما الاداء بهذا الاداء راه خصهم يوصلوا للفينال فهمتي ويربحوا راه ضروري وكلاكي راه حنا معولين عليك بالضبط شوف دير حساب على حسابي داك الشيء ان شاء الله تحية وكانت المقابلة زوينة بصراحة اللاعب قدموا أداء زوين ومزيان والنتيجة حنا راضيين عليها شنو كتوقع إن شاء الله؟ إن شاء الله كاين الخير كاين الخير كاين الخير كاين الخير شي كلمة دابا للمتابعين ديال المنبر 24 شنو تقول لهم؟ ديروا ابو ابينو ولايك وسبسكرايب وديما المغرب قول لي هضري عليه انا كنحس براسي هو هذاك دابا كنحس براسي علاش شنو بغيت تقول؟ الفرحة الفرحة عندي اي حاجة قول لي اش كيجيك الاداء ديال المنتخب اليوم؟ تبارك الله كان تشكيلة في المستوى الدراري كاملين تقاتلوا من الجارديان حتى الفوق كلشي كان مقاتل الحمد لله كانت النتيجه مزيانه شنو كتوقع واش كتوقع ان شاء الله الكاس ديالنا اللي جاي تخلى 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 دابا المصريين سيروا تبكيو
شكرا. راه ودي المهم هذا ماشي كلمه ديال المتابعين من 24. نتمنى تكونوا كتابعوا هذه القناه وديروا ابوني وديروا سبسكرايب وكلشي كلشي ديروا اشتراك. يلا اليوم انت غتشوف راسك على المنبر 24 ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا على هذه المنتخب اداء رائع جدا صراحه. حنا فرحانين بزاف وجد مصورين بالاداء ديال المنتخب الوطني المغربي في كاس افريقيا للامم. وان شاء الله الكاس تكون مغربيه هذه المره. ان شاء الله ان شاء الله الكاس تكون مغربيه. ان شاء الله غادي نتوجوا ان شاء الله غنخلقوا المفاجاه. ان شاء الله بحولي غنخلقوا المفاجاه ماشي غير غنوصلوا المربع الذهبي. لا المره الجايه غناخذوا الكاس ان شاء الله والكاس مغربيه. وحنا دائما كنسوبورتيو المنتخب الوطني المغربي في جميع الحالات وكنسوبورتيو اوسي النادي القنيطري وكنتمناو ليه حتى هو حظ موفق والصعود ان شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا. وعاش المغرب وعاش الوطن وعاش الملك. شكرا لك. لا تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.